الكرام، أسرة الصحافة والإعلام، أتقدم إليكم بشهادة ولكن الأسئلة فالكلمة مجازر، أقول مجازر المرأة الجزائرية كان الدور نتاعها دونك هام جدا. وقلت لكم على يعني الصور نتاع اللي عملت ضجة يعني في فرنسا، صور نتاع المجاهدات ما كانوش يظنوا باللي فيه جزائريات اللي يعني قادرين، اللي عندهم هذا المستوى السياسي وقادرين ان يلتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني ويقوموا ب يعني لي ساكريفيس مثل اللي شفناهم، جميله بوحيرات، جميله بوعزة، حسيبه بن بوعلي، زبيده القبليه. شكرا. وقعت الانتفاضات من الامير عبد القادر 17 سنه من بعد المقراني، من بعد هذه الانتفاضات، هذه دائما تقع في جهه وما تقعش في جهه، وهذا اللي خذوها بعين الاعتبار المؤسسين تاع اول نوفمبر. قال احنا في البدايه في الانطلاقه لازم الاستعمار ولا الشعب الجزائري يعرف باللي هذه الانطلاقه راهي عامه عبر كل الجزائر. لو تكون هذه اللي هي انا اقترحتها ويدرسوا واش هو الشيء اللي تندار، واش هو الشيء اللي راهو مازال ناقص، كيفاش نستكمل.